السلام عليكم متابعينا الكرام، واهلا بكم في فيديو جديد وحصري على قناتكم مدرسة سبامرز. سنتطرق اليوم ضمن دورة الربح من الانترنت الى كيفية جني 5 دولار يوميا. طبعا طريقة الاشتغال اليوم في موقع رائع جدا، فقط عن طريق وضع اللايكات او مشاهدة الفيديوهات في اليوتيوب او وضع لايكات لصفحات الفيسبوك. طبعا طرق مماثلة كذلك للتويتر والانستغرام. طريقة سهلة جدا، انت عن طريق هذه الطرق تقوم فقط بوضع تلك الاشياء. طبعا معظمكم يعرف مثل هذه المواقع، لكن معظم المواقع الاخرى تجدها معظمها نصابة. بالنسبة لهذا الموقع رائع جدا للربح، يستعمله الكثير من الاشخاص. انت ما عليك فقط ان تضع لايكات لهذه المنشورات او هذه الصفحات او هذه القنوات الخاصة باليوتيوب وتتحصل على النقاط. طبعا عندما تصل الى حد الادنى وهو 5 دولار يمكنك سحب الاموال الخاص بك. بالنسبة للطريقة، انت تقوم بتجميع النقاط وتحولها الى دولارات وتسحبها عبر الباي بال. طريقة سهلة جدا وبسيطة ستعتمد عليها طبعا، وستتيح لك جني الدولارات ولن تعتمد على اي فلسفة. وان لم تكن مشترك بالقناة من قبل فندعوك الاشتراك بالقناة مع تفعيل الجرس ودعمنا بمجرد لايك. والان نترككم مع الفصل التالي. اذا في البداية سنقوم بالتوجه الى هذا الموقع، ستجدون الرابط الخاص به مرفق اسفل الفيديو. طبعا هذا الموقع يتيح لك ان تجني الدولارات. طريقة الاشتغال سهلة جدا، فقط ستقوم بوضع اللايكات. هناك كثير من الاشخاص العرب الذين يشتغلون في هذا الموقع، لكن اردت ان اتطرق لهذا الموقع لان معظم الاشخاص الجدد او المبتدئين لا يعرفون هذا الموقع لكيفيه الربح منه وتحصيل بعض الدولارات الذي يمكنهم استعمالها او استثمارها جزئيا. طبعا كل ما في الامر ستقوم بانشاء حساب خاص بك في هذا الموقع. الطريقه بسيطه جدا، كل ما في الامر تقوم بالنقر على ريجستر هنا، يعني تقوم بانشاء هنا حساب خاص بك، تقوم باختيار يوزر نيم الاسم الخاص بك، ثم تقوم بوضع الايميل وتقوم باعاده ادخال الايميل في هذه الخانه، ثم هنا تختار كلمه باسورد او كلمه السر، وهنا تعيد ادخال كلمه السر، ثم تختار يعني الجنس رجل او مراه، ثم هنا الكونتري البلد الخاص بك، ثم تقوم بوضع كود الكابتشا، وهنا تقوم بالنقر على سبميت. يعني طبعا بعد النقر على سبميت ستاتيك رساله في البريد الالكتروني، يعني يجب عليك تفعيل الرساله صديق الكريم ليصبح الحساب الخاص بك شغال 100%. كما تشاهدون هناك اشخاص يعني اكتف، يعني اشخاص متفاعلين في هذا الموقع. كما تشاهدون مثلا هذا الشخص كريم، يعني مثلا هذا شخص عربي او هذا الاسم، يعني على ما اعتقد يعني معظم الاشخاص عرب يعني يتحصلون على ارباح عن طريق هذا الموقع. انت يعني ان كنت مبتدئ ولا تستطيع الاشتغال في المواقع الاخرى، هذا الموقع بسيط جدا صديق الكريم، لا يعتمد على اي فلسفات، فقط بوضع لايكات او تقوم بمشاهدة الفيديوهات وتضع الاشتراكات في القنوات او تقوم باجابات في فيسبوك او تويتر، جميع مواصل يعني مواقع التواصل الاجتماعي، وهكذا تحصل النقاط وتحولها الى اموال. إذن بعد إنشاء الحساب الخاص بك وتفعيل الحساب تقوم بوضع اليوزر نيم هنا هكذا، ثم تنقر على لوجن. مباشرة سيقوم بفتح الحساب الخاص بك. طبعا ستحصل على 200 كوين من الموقع مجانا عند عملية التسجيل. كما تشاهدون هنا يعني مباشرة أعطانا موقع يعني الأموال وهي النقاط. كما تشاهدون ركز معي هنا، يعني معظم الأشخاص يعني عرب كما تشاهدون يعني قاموا بوضع الكليكس، يعني تجد الأشخاص الذين يشتغلون في هذا الموقع يوميا. مثلا هذا الشخص صديق الكريم يقوم بوضع 100 شيء، يعني مثلا 100 لايك او 100 مشاهده الفيديوهات من هذا القبيل، يعني يتحصلون على مراتب ويأخذون من هذا الموقع، يعني يتحصلون على ارباح رائعه. طبعا طريقه سهله جدا، اذا كيف سنشتغل في هذا الموقع؟ الطريقه سهله جدا، الموقع هو يشتغل عن طريق اللايكات او وضع يعني الاعجابات الانستغرام، او هناك من يشاهدون مواقع تواصل اخرى مثل ساوند كلود، بنترست، تويتر، فيكا بيج، يوتيوب، يعني هذه يعني المواقع التواصل التي يستعملها الموقع. طبعا كذلك يمكنك النقر على هذه الخانة لتقوم بوضع صفحة الفيسبوك إن كان لديك صفحة جديدة، وسيقوم الموقع ب يعني إعطائك مشتركين متفاعلين في صفحة الفيسبوك أو يعني مواقع التواصل الأخرى. إذا كل ما في الأمر تنقر هنا على Earn Coins. هنا ستجد مثلا الفيسبوك، مثلا سننقر نحن ليس على الفيسبوك، سنضع مثلا نقوم باختيار التويتر. مثلا التويتر طبعا يعطيك هناك كثير من الصفحات كما تشاهدون كم تتحصل على كوين بالنقر على كلمة فولو. طبعا سيقوم بفتح الحساب، تنقر هنا على فولو كما تشاهدون، تقوم بفتح الحساب الخاص بك. انا مثلا استعملت الانستغرام استعمل الفيسبوك، تقوم بالنقر على ابوني هكذا وهي السبسكرايب، عذرا ليس سبسكرايب بل ابوني. كما تشاهدون تتحصل على 10 كوين. الطريقة سهلة جدا صديق الكريم، يمكنك الاشتغال في هذا الموقع في اليوم 5 ساعات او 6 ساعات، ويعني يعني 100% ستستفيد من هذا الموقع بدون جدال.
كما لا تعدون الموقع يتيح لك الكثير، يعني أنت فقط تقوم بوضع يعني اشتراكات في مثل صفحات التواصل. هذا الموقع ليس مثل مواقع السيرفي التي تقوم بحظر الدول العربية. طريقة سهلة جدا، فقط بأن تضع الاشتراكات أو هذه الأشياء، يعني تقوم في اليوم بوضع هذه الاشتراكات وتحصل الكونز، يعني كما تشاهدون الأرباح الخاصة بك، وهي الكونز التي تحولها إلى أرباح فيما بعد. الطريقة سهلة جدا. مثلا نقوم بوضع هكذا، تقوم بالنقر على سويف يعني هكذا، وتتحصل صديق الكريم على يعني الأرباح الخاص بك. تقوم طبعا بالتثبت، لأن على ما أعتقد التويتر يعني لديها سياسة خاصة أو ماذا. أقوم بأنه لا صديق كريم، ليس هناك سياسة أو من هذا الشيء كما نشاهدون. يعني هنا تقوم بالنقر على سويف، وهذه طريقة سهلة جدا ولا تعتمد فيسافات. هناك كذلك الانستغرام، مثلا الجوجل بلاس. هنا الجوجل بلاس مثلا نقوم بمشاهدة الجوجل بلاس، يعني تقوم هنا في الجوجل بلاس مثلا هنا تنقر على دانس ميوزك، يعني سكيب ذس بيج، تقوم بالنقر عليها تتحصل على 10 كوينز. بليز تيل اس واي دو يو وانت تو ريبورت ذس بيج، لنقوم بالريبورت. طبعا هذه هي الطريقة. طبعا كما تشاهدون مثلا هنا اليوتيوب لايكس، كما تشاهدون هنا ستضع لهذا الشخص مثلا لايك وتتحصل على 30 نقطة. الأمر سهل جدا وبسيط، أنا سأقوم بحذف هكذا لكي لا يحدث شيء. طبعا لحقوق النشر الخاصة بهذه القناة، أقوم بوضع لايك لهذا الشخص هكذا، يعني تقوم بوضع لايك. طبعا تبا للإنترنت التي عندي، إنترنت يعني كما تشاهدون هنا تمت وضع اللايك، ومباشرة سيتحصل لايك ذيس فيديو. يعني هذا كله من الانترنت الخاص بي، لكن انت مباشرة يعني ستتحصل على ارباحك صديق الكريم، وهي النقاط. طبعا انا لم تظهر معي لان لدي انترنت، اعتذر عنها، يعني انتظر عن هذه الكلمة. طبعا كما تشاهدون هنا تقوم بالنظر على الضغط على جيم وتتحصل عليها. طبعا طريقة سهلة جدا، مثلا تقوم بتجربة الاخرين. طبعا انا الانترنت لدي بطيئة جدا، ابطأ من السلحفاة. طبعا هذه طريقة سهلة جدا، يوتيوب اسيتي كولتور، هذه يعني قنوات يوتيوب قام بحظرها اليوتيوب. كما تشاهدون تقوم بوضع اللايك وتحصل على الارباح الخاصة بك لنا مباشرة، يعني هنا يعني صديق كريم تحصل على الارباح. هذه طريقة سهلة جدا، تقوم بتجربتي على مواقع التواصل الاخرى، وهكذا تحصل النقاط. طبعا عندما تريد ان تقوم بسحب الاموال الخاص بك، كيفية سحب الاموال؟ هي بالدخول الى withdraw. كما تشاهدون الكوين اصبح 258. الطريقة سهلة جدا صديق الكريم، ولا تعتمد على اي فلسفات. فالحد الادنى للسحب هو 5 دولارات عن طريق البيبول او عن طريق البايزا. هنا يمكنك يعني ادخال بعض الاموال ان اردت شراء يعني المشتركين او لقناتك اليوتيوب او صفحة الفيسبوك. كما تشاهدون هنا تقوم بتحويل الكوينز لارباح. 4000 نقطة تساوي 1 دولار في هذا الموقع. الأمر ليس صعب، يعني الأمر ليس صعب بتاتا للتحصل على هذه الأرباح. يعني أردت أن تحصل أرباح، يعني أشخاص لا يتحصلون على 5 دولار في اليوم يعني في العالم كما تعلمون. فخمس دولار ليس أمر سهل. طبعا هنا بعد تحويل الأموال الخاص بك تنقع على سيبمايت، وتقوم بالتوجه إلى withdraw money، وتقوم بسحب الأموال الخاص بك بالنقع على سيبمايت. هذه هي طريقة سهلة جدا. كذلك على ما أعتقد يمكنك الربح عن طريق الأفيليت. هنا الأفيليت يعني تتحصل عن طريق الأشخاص الذين يتسجلون عبرك، تقوم بأخذ رابط الإحالة وتقوم بنشره في الفيسبوك. هنا الديلي بونيوس يعطيك الموقع في اليوم 40 كونز بالمجان. كما تشاهدون هنا تتحصل على الديلي بونيوس. طريقة رائعة جدا وسهلة وبسيطة جدا، لا تعتمد على فيسافيت. هنا الفي اي بي ممبرز، الأشخاص يعني المحترفين إن شاء القول في هذا الموقع لديهم صبغة رائعة في الموقع، يتحصلون على أرباح طبعا مضاعفة أكثر. مثلا هناك تتحصل على عضوية الفي اي بي. هنا يمكنك شراء الكوينز، تقوم بشراء الكوينز. طبعا الكوينز تساوي 3 دولارات، تقوم بشراء إن أردت الشراء. وهذه هي طبعا واجهة الموقع، موقع رائع جدا وسهل وبسيط جدا. هنا يعني الأكاونت الخاص بك، هنا تقوم بإضافة يعني مواقع التواصل الخاصة بك. هنا يمكنك النقر على إيديت أكاونت، تقوم بتغيير البيانات. طريقة رائعة جدا وسهلة أصدقاء الكرام، ولا تعتمد على أي فلسفات، فلا تبخى علينا بضغطة لايك. وهذا كل ما في الأمر. أتمنى أن الفيديو قد نال أعجابكم، وأن لم ينال أعجابكم فأتمنى أن تضعوا لايك كذلك، وشكرا لكم.
وإلى هنا متابعينا الكرام وصلنا إلى نهاية الفيديو، فإن كنتم زواج جدد أو لا تعرفون قناة مقابل ندعوكم للاشتراك بالقناة مع تفعيل الجرس ودعمنا بمجرد لايك، كذلك ندعوكم للدخول إلى المدونة الخاصة بنا، هناك الكثير من المواضيع الربحية والتقنية التي ستفيدكم 100%. والآن نترككم في ذمة الله وإلى اللقاء في فيديوهات جديدة من مدرسة سبامرز.